على بركة الله إن شاء الله وبطاقة الاستيعاب تقدر ب 6000 متر مكعب مكونة من 19 خزان تقسم بين مادة المازوت ومادة البنزين بدون رصاص، حيث مادة المازوت تقدر ب 3900 متر مكعب ومادة البنزين ب 2100 متر مكعب. هذه مقررة الامتياز تحصل عليها في عهد المشروع في تاريخ 2015. هذا سيستم اورتيناسيون ديال اساس كالكول كان عندنا كان في لامبان عندنا ديكتور الكترونيك عندنا المستثمر طلبوا على دابور اختياره والساره وثانيا لانه فضل يجي للجلفه يستثمر في اموال وبنيه. حنا نقولوا ان شاء الله رزق مبارك امين ان شاء الله يزيد ينمو ورانا هنا يعني نرافقوا الصغير والكبير وبدون شرط. حاب دير التوسعه حط ملف ودرسوه ان شاء الله. مهم ديجا هذا المشروع على الحيوي، هذا مشروع كان بكري محايد على الدولة. نرانا نعانيو في الجانب هذا نعانيو صح نعطيك في الانتخابات جانا قرار باش نحبسوا 24، كون نحبسوا 24 يحبس الماتش. عندنا كاباسيتي تاعنا 8 متر، عندنا في المتر كم، ومن بعد دخلت على 10 تاع لي مع وزير في الطاقة باش درنا استثناء لولاية الزلفة، رفعنا القيد رفعنا القيد باسكو حنا عندنا مؤسسات عسكريه عندنا مؤسسات امنيه عندنا مصالح هامه جدا ما يزيدش الطاقه. ضمن المشروع تاعك راح يمد اضافه كبيره للاخر ونحييك على البرود رئيسنا ان شاء الله ربي كامل معي بسرعه ريكروتي خلاص اوفيسيرمون هيا تري بيان تري بيان حافظوا على المكسبات هذا رزق من ثم قبل ما يكون رزق تاعو هو دراهم تركيه بيتكم كاين الناس مع الاسف في ولايات اخرى يديروا الدراهم بالولايه ويروحوا في الولايه حنا الولايه هذه تحتاجكم انتم بالك نعمكم ربي بالولايه هذه ترقيتوا ثم ايهم دوركم ما تبقاش شويه حنا هنا رانا ما ندخلوا حتى شغل باش نخدموا هذه الولايه الفاضله ونخدموا الناس انا نقول من اجل عينين علم كثيره تكرم ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس